من الدوحة موفد الحدث ليث بزاري، أهلا ومرحبا بك زميل ليث. ليث، يعني دائما ما تتحفنا بالجديد، كيف هو الوضع اليوم يعني، وكثير من الأعين تتأهب لهذه المباراة؟ قبل ما نحكي على المباراة فضل. شكرا أول شيء على الكلام الجميل. شكرا. هذا الشاب اللي بنشوفه اسمه صلاح الدين، شاب مغربي إجا من إسطنبول إلى الدوحة على هذه الدراجة ليحضر المباراة. مثل ما بنشوف هذه البطاقة، سيدخل بعد قليل إلى هنا إلى ملعب المدينة التعليمية Education City هنا في الدوحة لمشاهدة المباراة بين إسبانيا والمغرب. ولكن يعني هذه أول مرة بسمعها صلاح الدين، إنه حدا يجي من المغرب إلى إسطنبول أو تركيا إلى هنا لمشاهدة المباراة. كيف صارت معك؟ كيف كان التحضير؟ أولاً اسمي صلاح الدين بن عريم، أنا جد سعيد بوجودي في الدوحة وفي مروري على قناة الحدث صراحة. شكراً. كما قلت لكم اسمي صلاح الدين بن عريم، 22 سنة، مغربي. ابتديت رحلتي من تركيا بالضبط من إسطنبول بالدراجة الهوائية، مريت فيها على كل من تركيا والأردن والمملكة العربية السعودية، وأنا الآن في دولة قطر الخير صراحة. اللي صراحة كانت تجربة ممتعة جداً ومميزة، قضيت فيها مدة 3 أشهر، مريت فيها على عدد كيلومترات تقريبا 4000 كيلومتر. كانوا تجارب صراحة يعني جميلة جدا خلال الطريق، وتعلمت كثير من الأشياء واستفدت كثير من الأشياء، وكانوا بالصعاب. كان في صعوبات؟ هذا كنت أسأل. نعم أعرف، كانوا هناك صعوبات كثيرا يعني صراحة. كان مثل إصابتي بنوع أمراض اليدين اسمه جفاف اليدين، ويسبب لك نوع من أنواع الإكزيما، ويعني إصابات في الركبة وإصابات، وكان بعد الطريق كان شوية صعب يعني. تعرف أن السعودية منطقة صحراوية يعني، وكانت رياح، كانوا يعني بعض مشاكل طبيعية ومشاكل متعلقة بالدراجة. في سؤال برضو على الحدود، كيف كانت الطريق بين الحدود التركية السورية؟ المنطقة مش سهلة برضو. صراحة بالنسبة لسوريا، كما قلت لك أنا لم أمر عبر سوريا، قلت لك فقط تركيا والأردن، لأن سوريا قبل الوصول إلى الحدود كان هناك بعض المشاكل للأسف. يعني أنا ما أعرف شو اللي بالضبط، لكن أنا قالوا لي يعني الباب غلق وسوف تضطر. الحدود كانت مغلقة، فاضطررت ترجع على أنقرة. نعم، رجعت إلى أنقرة وأخذت طائرة إلى عمان في الأردن. يعني عمان. مش عمان، مش أنا الوحيد يعني، كانوا هناك يعني كثير من الشباب الرحالة اللي كلهم سلكوا نفس طريق، كل راح بالباخرة كل راح بالطائرة. هلا صلاح الدين راح يحضر المباراة، ولكن بعد ذلك المباراة بين المغرب وإسبانيا راح نشوف، راح تكون حماسية كثير. بعد هون وين راح تنتقل؟ صراحة كما قلت أنا جد سعيد لحضور المباراة بين المغرب وإسبانيا بعد حضوري لثلاث مباريات الأولى اللي كانت في دور المجموعات، وجد سعيد بوجود المغرب في هذه المباراة، لأنه 36 سنة يعني ما مرينا في هذه التمن، هذه المرحلة، وإحنا سعيدين لصناعة تاريخ اليوم إن شاء الله لمرور. ولن تضيع هذه الرحلة يا ليث. وين راح تكون الرحلة بعد قطر؟ مكة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. إن شاء الله. يعني لن يضيع مجهود الرحلة، 3 أشهر هو ينتقل من دولة إلى أخرى للقيام بعمرة، وهناك سوف تتواصل الرحلة إلى أماكن أخرى، يعني خليكم تابعين الرحلة إن شاء الله. طيب. راح يكون معك. اسأل توقعاته يا ليث، اسأل على توقعاته أيضا إذا سمحت. بدنا نسأل توقعات المباراة، قد ايه راح يكون؟ أكيد النصر للمغرب إن شاء الله، بس قد ايه النتيجة؟ النتيجة إن شاء الله تكون 2-1 للمغرب. نعم 2-1 للمغرب إن شاء الله. هذا ما أحسن هنا، شكرا جزيلا. مرحبا. صلاح مرحبا. الدين، ولكن يعني الكثير هنا يعول، ليس فقط العرب انتبه، وليس فقط المغاربة بل أيضا الأفارقة، فلا نجد منتخبات أفريقية في المونديال، والكل طبعا بما أنها المغرب في القارة الأفريقية وهي بلد عربي، فالأفارقة والمغاربة والعرب يعولون على هذه المباراة الخلفية التي ستقام بعد أقل من نصف ساعة من الآن في استاد Education City أو المدينة التعليمية هنا في الدوحة. ليث، يعني كيف هي مظاهر الاحتفال عموما اليوم، ونحن نتحدث عن فرق عربية تشتغل بجهد للوصول؟ نعم، يوجد الكثير. إذا أخذنا منطقة الجمهور الموجود هون، في كثير مثلا يصلون الآن، هذه مثلا فتاة مغربية. مرحبا، حضرتك من وين؟ من المغرب. من أي منطقة؟ محمدية. متى وصلت؟ من 20 سنة.
من 20 سنه انت يعني انت عايشه هون. حلو الجواب، من 20 سنه توقعت من 20 يوم او 20 ساعه. طيب شو توقعاتك للمباراه؟ ان شاء الله الفوز ان شاء الله، يعني وي ستريس 2-0 2-1 المهم 2 شيء عشان نكون مرتاحين. هذا شكرا لك، هذا سمعناه كثير من المنتخبات العربية بيقولوا دائما نتمنى أن يكون الفوز أكثر من هدف واحد. ليه؟ حتى يكون هناك طمأنينة وضمان أنه الفوز. طيب أنت إيش توقعاتك يا ليث؟ العالم it's not easy، ليس سهل. إيش توقعاتك؟ أنا بتوقع أنه إن شاء الله المغرب، أنا بتوقع يعني أنا خايف، ما أنا بخاف من هالأسئلة. لا معلش توقع وقول رقم إلى المغرب، يعني قول رقم وبعدين إحنا النتيجة نحسبها. بتوقع 2-0. نعم نعم يوجد كثير. حضرتك من المغرب؟ مغرب. من وين أنت من المغرب؟ من سطات. من السطات. طيب الشباب المغربي يلا الله يخليكم. هاي الأجواء وصف الحس حملة خضراء. هون الكل مستعجل على فكرة، مش فاضيين يوقفوا معنا بسبب بسيط، بدهم يفوتوا على المباراة لأنها تبدأ بعد قليل. ولكن ممكن نمسك شباب، تعالوا شوي، أنتم من وين؟ من أي مدينة؟ فلسطين. فلسطين. انتوا مغارب اليوم مش فلسطينيين؟ طبعا ولا طيب. كلنا عرب. شو رايك بالمباراه؟ كيف راح تكون النتيجه؟ والله صعبه، بس يعني اذا عدوا الشوط الاول ان شاء الله في امل، وان شاء الله راح يعدوا الشوط ان شاء الله. كم النتيجه تتوقع؟ ان شاء الله 2-1 للمغرب. الناس كلها مصممه على 2 ان شاء الله. مش لابس مغرب اليوم؟ لا اليوم فلسطيني بس اخوي لابس المغرب. ان شاء الله مع بعض يا رب. ان شاء الله 2-0 للمغرب باذن الله. يلا موفقين، بتعطونا نتيجه عاليه هلا مشان نقابلكم بعد ما تطلعوا من المباراه وتحكوا لنا عن النجاح او الفوز في هذه المباراه. واذا اخذنا الكاميرا مثلا في جهات ثانيه ممكن نشوف شباب من اسبانيا. اولا بونس دياس. اولا كومو ستايس. دي دونت ديبي يا استاذ. دي مايوركا. دي مايوركا. هون جايين من مايوركا، جزيره مايوركا في اسبانيا. كومو اسي كوانتي تيمبو استاذ اكي؟ 15 دياس. اي كومو ¿Qué piensas de este? Muy, muy bonita la ciudad de Qatar. Pero de este match. Ah, yo creo que es un partido difícil, pero vamos a ganar. No. Vamos a ganar. ¿Cuál es tu nombre? Joel. خوال جاي من مايوركا وهو هون من 15 يوم ويتوقع انه تكون الحماسيه كثير المباراه بسبب انه يعني في منافسه وفي قوه بالمنتخب الاسباني والمغربي مع النتائج. ماريا مي ماما hasta luego. شكرا يا ليث، شكرا على هذه الاجواء. نكون عادلين قبل مغاربه واسبان، الاجواء التي تضعنا فيها دائما مميزه. شكرا جزيلا الزميل ليث بزاري موفد الحدث من الدوحه. شكرا لك، في امان الله.